شيري تيغو 2 برو فئة الكومفورت 2023. شوفوا ما شاء الله تفاصيل السيارة. حجم ماكينة 1500 سي سي، ناقة حركة سي في تي، نظام الدفع دفع أمامي، لتر البنزين يمشيك 18.3، يعتبر ممتاز بلس. تخيلوا سعرها 45925 ريال شامل الضريبة واللوحات. فيها الليد النهاري والعدسات هوليجين، الشبك وعلامة الشيري. جنط مقاس 16، هذا شكل الجنط، الإشارات في المراية الجانبية، والسقف جايب اللون الأسود، والمقابض بنفس لون السيارة. وهذه خلفية السيارة، اسطبات خلفية LED، فيها لمبة الضباب والحساسات الخلفية والكاميرا الخلفية. فتح الشنطة، مساحة التخزين، تقدر انك تفك هذه وقت السفرية لترتيب أغراضك. مساحة التخزين في المقاعد الخلفية للسيارة. التحكم في النوافذ والسنتر لوك. مقاعد قماش جايب اللون البني والأسود. التحكم في وزنية الإضاءة الأمامية للسيارة، والتحكم في المرايات الجانبية، وفتح وإغلاق مانع الانزلاق. هذا دركسون السيارة، في الجهة اليمين تحكم في الأوامر الصوتية، والجهة اليسار تحكم في مثبت السرعة. تشغيل السيارة مفتاح. طريقة تشغيل الشاشة من هنا، تضغط عليها يدخلك على السيتنج والاتصال وربط الجهاز. كذلك رفع الصوت وخفض الصوت. منفذ USB ومنفذ 12 فولت، والتحكم في أوامر التكييف، شكل ناقل الحركة، هاند بريك اليدوي، حامل للأكواب، التكايف النص، ومساحة تخزين في السقف، إضاءات LED. أعطونا رأيكم في السيارة.